كثير فكرة حلوة وأنا بدي أعلق عليها، إنه هي ما لها مخترعة شيء من عقلها بهالقصص المقايضة. الأجدادنا من قبل كانوا مستخدمين هذا الموضوع وكان سير حياتهم طبيعي. مثلاً واحد بيشتغل هو مستلم الصيد والثاني مستلم الزراعة، فالشخص تبع الزراعة هو ما عنده وقت زيادة لحتى يكمل عمله، والصياد هو خالص عمله وعامل صيد لكل أفراد المجموعة اللي عنده. فهو عطاه من وقته لصاحب المزرعة أو اللي عم يزرع حتى يساعده بهالأمور. فهذا الموضوع، فهو اعطاء الوقت او المقايضة بهدول الامور اللي نحن بنملكها والايجابيات اللي بنملكها، هذا الشيء كان باجدادنا وكانوا مستعملينه. فنحن ليش رجعنا لهذا الموضوع؟ بسبب الازمة المالية اللي صارت ب 2008 والفساد العالمي والاستهلاك المفرط اللي نحن كثير عم نستهلك، وبعدين مو بقى غير طبيعة انها هي تحتمت انه خلاص بكفي حاجة. لاقولكم شيء نموذج بحياتكم بقى تستعيدوا عن هذا الموضوع عن طريق المقايضة والعمل المشترك. هلأ مثلا هدول الأمور الثلاثة مثل ما قلنا بحياتنا الطبيعية بإمكاننا تطبيقهم لأنه سهلين كتير وما فيهم صعوبة. والله بدهم مؤسسة حتى لا على النت، على الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعية بإمكانهم. بما أنه صار الويب انتقل من ويب 1 إلى ويب 2 وصار في تواصل بإمكاننا نحن نتواصل، صار بإمكاننا نعمل شو ما بدنا. حتى إذا أنت عم تقول أنا ما بدي قايد بدي مصاري، فيك تعمل المصاري عن طريق تطبيق هو البيتكوين. زميلنا كان عم يحكي، كان بمحاضرته بهاء كان عم يحكي عن البيتكوين، فكنتوا كتير متعطشين إنه شو الكمالة بقى من يا جماعة نبلش نبني ثروة بقى على النت، نحن قاعدين طول الوقت لا طعمة ولا شيء وما في عم نشتغل، بس نحن كمان يعني مصاري. وجماعة الاقتصاد كتير عاجبتهم هالقصة بقى، لأنه حتى الدكاترة عنا بالجامعة إنه يعني أنتوا نسفتوا كل شيء نص الدراسة عنا وبلشتوا أنتوا تشتغلوا بهالأمور بقى، يعني ما نبدي ثروة وبدنا نحولها لدولار وبدنا نتاجر بهذا البلد وهيك. فبلشنا بالبيتكوين، هي عملة مفتوحة المصدر. بيتكوين هي عملة مفتوحة المصدر. هلا كل واحد عنده جهاز، هذا الجهاز مثلا عم يشتغل عليه وعم يتصل فيه على الانترنت وعم يتقابلوا عم يتواصلوا بين بعضهم. فكل واحد بإمكانه يبيع ويشتري هاي العملة. بعدين الفكرة انه ما في يعني انا بدي اياها مثل ما قلنا انه انا بدي هذا الموضوع، انا بدي اعطيك البيتكوين اللي انت عندك. انتم فاكرين انه المصاري الالكترونية او البيتكوينز هي ما لها على ارض الواقع لا امبلا، وبامكاننا نحن بقى نشتغل فيها لانه صارت مثل فكرة التعدين الذهب او القصص هي. لما من زمان كانوا النقود ذهب وكانوا ياخذوها من المناجم هي هذا المعدن، وبعدين المناجم بقى ما عاد فيها ذهب، فهن اضطروا ياخذوا معدن ثاني فضة او هالقصص. كمان نفس الشيء مناجم الفضة ما عاد في، صار المناجم تطلع منها هي المعادن. بعدين وصلوا للأوراق المالية المصاري يعني أحبار، مجموعة أحبار بسبب إنه كانت كتير إنه أنا معي 1000 ليرة مثلاً. هالقصص هي ورقة عليها، أنتوا لما تفكروا بالمصاري عليها أحبار، شو الشيء اللي بيخليكم أنتوا تسقوا وتبيعوا وتشتروا بهالأمور هاي؟ يعني ما لنا ذهب ولا صار. المشكلة انه المصرف او المصارف كانوا من زمان سحبوا الذهب من العالم بسبب انه ما عاد فيهم ينتجوا اكثر، وصار في عندكم تضخم. هذا بالنسبة للاقتصاد، اعطونا اوراق مالية عوضا عنها. هلا هذا الشيء صار بالنسبة لكمان البيتكوينز، لما نحن هلا بده يصير مشكلة انه بده يصير تضخم بالاوراق المالية والقصص هي، المصاري بقى بتصير موجودة بالسوق بشكل زيادة وما عاد فينا نعطي وحدات جديدة وأكثر منها. فاللي صار إنه ما عاد في تعامل بين هذا الشخص وهذا الشخص، لا يمكن. صار أمام البيتكوين إنه يكون بالنص الوسيط، الميدل مان يكون البنك. خلاص صار مثل قبل. هلا مثل قبل لما قلنا ما عاد في ابدا، صار التقابل بين هذا الشخص وهذا الشخص مباشره عبر شبكه النت طبعا. وبعدين هلا انتم بتقول يا الله في ضرائب وفي فواتير وفي هالقصص. عمله البيتكوين تتميز بانه عمله مفتوحه المصدر وسريه، لكل واحد له رصيد مثل البنك تماما، وما عاد في الرسوم هي اللي نحن بناخذها مثلا الرسوم الماليه والقصص هي.
فنحن استعرضنا هلا هون مثلا انه انا هلا في ضرائب على المصاري البيتكوين مثل ما نحن بندفع الماليه والقصص ما عاد في ضرائب بالبيتكوين. الفكره كمان انه هي كل العالم تتعامل بالبيتكوين وبهالنقود الالكترونيه. فانا مثلا لما سافر بدي دولار مثلا او مشان اتعامل بصير معي بيتكوين وانا بالبلد ما عاد في لا بدي جنيه لا بدي دولار. انا بعملتي اللي انا عندي صار رصيد فيها بتعامل باي بلد من البلدان فيها. هلا هذا الشيء بيحمينا وصارينا من التجمل. كيف انا عندي بيتكوين رصيد فواحد قريب مني بالمنطقه هو بعازل بيتكوينز فهو بده ياخذ مني فشو بيصير؟ بيصير انا بعطيه وهذا الشيء بيمنع تجمد الاموال بالنسبه عندي. الفكره اللي بعدها طبعا بنحكي انه هي ما عاد فيها تقرير وفواتير وهالقصص المحاسبه وهالقصص. لا كل واحد له رصيده ما عاد في تشديد انه هي لازم انت تعرف من وين هالثروه ومن وين هالقصص. فانا كونتها على شبكه الانترنت عبر قعده ساعه ساعتين صار عندي مجموعه من الاموال عم تزيد يوم بعد يوم. هلا كيف هي بدها تشتغل وكيف انا بدي كون هالبيتكوينز وهي العمله الالكترونيه؟ كل واحد عنده سيرفر ببلد. اول شيء وجود الانترنت كثير مهم مشان اعرف اتواصل يعني اقدر اتواصل مع العالم طبعا. وكل حدا طبعا بيولد بيتكوينز من فك مثل شفرات رياضيه. هي فك الشفرات الرياضيه كل ما فك شفرات رياضيه فانا بزيد رصيدي بالبيتكوينز. هن اسمهم هلا هو في تطبيق اسمه بيتكوين ماينر على كمان على النت انا بدي اشتغل فيه. كانه انا عامل منجم الخوذة تبعي وال هذا اللي ما بعرف شو اسمه اللي منجل هذا هو برمجيات. انا استعضت عن هالخوذة وهالمنجل بالبرمجيات اللي انا بمتلكها فانا عندي مهارة فيها البرمجيات خلتني حل سلاسل رياضية معقدة واكسب بيتكوين. فانا بعد تماما مثل هاي الفكرة فانا هي عم كسر واذ طلعت لي بيتكوينز. من التعامل الاول لما انا اتعامل باخذ 50 بيتكوينز وهيك هلوم جزا. ولكن شوي بعد شوي بعد ما انتشهرت هالقصة حاولوا يحدوها مشان ما يصير تضخم مشان ما يصير مثل اللي صار بنقود الذهب ونقود الفضة ونقود الورقية. لما صار في عندك تضخم صار الالف ليرة مثلا ما تخليني اشتري سلعة كبيرة مثلا خليني اشتري مثلا اكل او هالامور هي بدي مصاري اكثر 2000 حتى مثلا. فهذا تقريبا يعني معنى مبسط عن التضخم يعني مثل انه 2000 مثلا 2000 ليره مثلا ما فيني اشتري غير سلعه يعني ميزاتها مو هال انا متعود عليها. ف لكل واحد له بيتكوين والت يعني عنده مثل جزدان بحط فيه هالبيتكوين مثل مالك حاطط بجيبتك. بس هي الفكره انه انت ما فيك هي التقنيه انه انا حاطط مصاري بجيبتي وماشي. لا كانه انت تعرف نظريه فيثاغورث ما بامكانك تحط بجيبتك. هي تفكيره افتراضي ما فيك انت تفكر انه هي ماديه ما لا ماديه هي معنويه. كانه انت مالك ما بامكانك تمسك نظريه بايدك. فهلا هون هذا تطبيق على الانترنت وي يوز بيتكوينز هاد وي يوز كوينز. هذا موقع هي الخطوه الاولى الفيرست ستيب حتى يكون عندي والت وبلش. فانا مثلا بدي انزل على حسب اللينوكس والويندوز او الانظمه اللي انا عندي اياها على النظام اللي عندي اياه على الكمبيوتر. فبنزل على حسب داونلود على حسب البرنامج فبصير عندي الوالت وببدا بالتطبيق هذا البرنامج. الخطوة الثانية عندي الخطوة الثانية فأنا بدي بلش ابني هالقصص وعطيه من هون كيف بدي أعمل متاجرة. هلأ البيتكوينز مثل الدولار مثل العملة العادية في موقع نشرات إنه اليوم البيتكوين بيسوى كذا دولار اليوم بيتكوين بيسوى كذا يورو اليوم قلت اللي هي تمام عملة يعني تتميز بكل خاصيات العملة المادية اللي احنا كنا نعرفها. فينا نشتري فيهم هدايا فينا نهدي فيهم يعني انا هديتك بيتكوين بيطير عقلك يزاد رصيدي. فهي الفكره حتى انا بدي اشتري على الانترنت. لاحظوا انه انا لما افتح هلا ودي هلا انا شو بعمل بيتكوين؟ انا فيني العب الالعاب هي اللي باخذ فيها مصاري.
مصاري وهالقصص ما لعبانته بالاول، بس بتاخذ شيء انا ربحت كذا، بس بيصيروا هدول مصاري مثل بيتكوين. يعني انا فيني بقدر فيهم اشتري هدايا وهالقصص، فهدول فيني اشتري كتب، فيني اشتري اي شيء، موبايل او شيء على حسب الرصيد. بيقولوا لك احنا طالبين مثلا 1000 بيتكوين، 1000 عمله، فعلى حسب الرصيد اللي انت عندك اياه. ولهيك العالم بيتاجروا. هلا هون انا بدي اشتري موبايل، بس الرصيد تبعي البيتكوينز ما بكفي اشتري. يي انا بدي اطلب من حدا قريب مني يعطيني جزء من رصيده. فمثل هي مثل فاتوره، او انا بدي اشتري فاتوره شراء انه pay to، والكميه قديش مثلا هون 100 بيتكوين من هذا الشخص سيف. هلا ما في لا بنك بيراقب بهي القصه ولا شيء. شبكه البي تو بي، بير تو بير، هي يلي بتصنف ارصدة هدول العالم وبتمنع سرقتهم او هالقصص هي. فبيصير لكل واحد خصوصيه، تمام؟ هو حط البيانات pay to from هذا الشخص وعمل سيند لتروح على السيرفر، ينبعث الرصيد، تصير عند الشخص الثاني اللي هو طالب الرصيد او الكميه. لا طبعا بده ياخذ اذن، هو بده يقبل. مثلا انا بعثت لك انا فاتوره شيء انا بدي اشتري، انت قريبه مكانك قريب مني او موقعك قريب مني، فهي بتفتح الانترنت بتلاقي انه في حدا عم يعرض عليها انه تبيع له كميه من. اذا قبلت وكل شيء تمام وبتبيعهم يعني على حسب موافقه، مو يعني من اي واحد. انا اخذت منه، هو ما له دريان وانتهى بالزلمه وما عاد خلص رصيده. لا كل شيء يعني معرفه صاحبه. هلا هون البيتكوين بيصير دولار، بيصير يورو، بيصير ين، بيصير عندك تعاملك. هذا الشيء عبر مواقع نشرات نقود البيتكوين. مثلا انا والله ببلد ما معي دولار، جاي بس طالع دروس، ما معي غير البيتكوين اللي انا مصمتهم ببلدي. فشو صار؟ انا بطلب من حدا بنيويورك انه هو بعازل البيتكوين، بس انت عطيني دولار، انا بحاجه للدولار، وبيبادله وبيمشي الحال معه. رح ناخذ فيديو، رح نشوف فيديو واقعي عن وحده سافرت على نيويورك ما معها ولا مصاري ولا شيء، وهي بحاجه لهالامور، ما معها غير البيتكوينز، فهي قررت تبادلهم مع شخص Hi everyone, Lady Bites here. I'm coming to you tonight from New York City, where I've been traveling around for a couple of weeks, and I'm starting to get a little low on cash. So I thought it would be a perfect chance to do a tutorial on localbitcoins.com. It's one of my favorite ways to do a Bitcoin exchange, first of all because it's peer-to-peer. You actually get to meet up with somebody from the Bitcoin community and do a P2P transaction. What I also like about localbitcoins.com is that it doesn't require a bank account and no ID is necessary. So it's a really great option for exchanging Bitcoin for cash in a local way. So like I said, I'm in New York City, so go ahead and go over to localbitcoins.com and enter in your own zip code right here. So you can see I've already entered mine, which right now is 10020, and go ahead and scroll down the page to see where the nearest Bitcoin buyers are. So for me, it looks like this buyer right here is closest. I'm going to click on his account. And it seems that his asking price is pretty fair. Looks like he was asking for 1051 USD per Bitcoin. So if you want, you can always check out Bitcoin charts and see what perhaps the Mt. Gox average exchange rate was for the day. So right now it's 10.7. So I'd say that 10.51 is a pretty fair asking price. So today, since it's my first time exchanging with this particular buyer, I'm going to start out with $100. Which turns out to be 9.51 Bitcoin. And then it's just as easy as sending a message over to your potential buyer. So let's just
a quick message. If you want to include your cell phone number, you certainly can. But since I'm not from New York, I'm just going to leave it as that and send a request. So now we are going to wait to hear back from our potential buyer, and I will check in with you guys when I do. So I just got a message back, and it looks like I am going to make a Bitcoin exchange. So I'll head out, and I'll let you know how things go. Okay, so the Bitcoin exchange went really well. I went to the meeting spot and I brought my phone, which had my Bitcoin wallet on it. I met with my buyer, who first showed me some cash just so that I was a little more comfortable with the transaction. And he gave me his Bitcoin address and I sent him some Bitcoin. And as soon as he verified that the transaction had gone through, he gave me the cash. So the whole process took about 5 minutes, and overall I'm really pleased with localbitcoins.com, and I highly recommend it simply for the fact that it's just really cool to go out in the community and meet a fellow Bitcoin supporter. So use the service, check it out, and I'll see you next time. هي بعتت لها مسج رد انه انا موافقه اني موافقه انه انا اعطيك الدولار. الفكرة هون انه حاطط سعر انه كل بيتكوين واحد انا بدي بدلك اياه مثلا ب 9 فاصلة او كل مثلا انا موافق على هذا السعر كل بيتكوين بيعادل يو اس دي دولار مثلا رقم من الارقام فتمت المبادلة وصار عندي دولار. الفكرة هون انه بتلاقي بالمواقع اغلبهم انه بيقول لك وي اكسبت بيتكوين. انا لما بدي اشتري مثلا امور أدوات طبية أو فارماسي يعني أدوية أو شيء مثلا هدايا شو كمان في حتى الحيوانات أنا فيني قطة مثلا باخدها وبعطيهم بيتكوينز وخلاص طاير عقلهم يعني صار عندهم نصيب بيتكوينز. فشخص يلي اخترع هالبيتكوينز أول ما بلش صار يكبس يكبس عنده عنده إنترنت وعنده شيء صار يكبس وإذا اكتشف صار عندي رصيد وما بعرف شو نخبس. هذا اسمه ساتوشي ناكاموتو. هذا ياباني بأصل ياباني فهو المؤسس تبع البيتكوينز ولقى من ساعة من الجولات على النت وفتح وخبص وحط وكبس وهيك وصلت لعملة طار عقله ومشي. فالفكرة هون هلا هون أنا عملت فتحت الموقع وأنا بسوريا سوريا العرب ريبابليك وأنا عم بدور على حدا يبادرني. وإذا بلاقي واحد أول واحد برازيل طلع بشارع البرازيل بحمص يعني أنا انصدمت. في حدا عامل رصيد بحمص وطلع لي للأسف للأسف إنه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إسرائيل يعني كتير فلسطين محتلة كتير عم يتعامل بهالقصص وإسرائيل كتير متبني هالفكرة. وبعدين لقيت ايش عراق رحتي الحمد لله لقيت بس شخص واحد بالعراق عم بعمل فيها ولقيت كمان واحد بمصر واخيرا ولقيت بيزيد بتركيا بالكويت كمان واحد ما في يعني تمام بالغالية. بعدين فأقرب منطقة لقيتها بحمص شخص واحد وما له حاطط رصيده انا صدق يعني ضبط لحالي ليكون امانت ما له حاطه ما في وحاطط لي سعر وادخل سعر هذا يعاد يعني رحم. نتقل فكرة تانية. أنا عندي فكرة بدي حدا يمولني فيها إما بالوقت أو ببعض السلع أو بمال. أنا شو بعمل؟ عندي حلم أنا بدي أحققه والمجتمع اللي حوالي كمان هم عندهم أحلام وبدهم يساعدوني. فأنا بدي أحتاج للشبكة شبكة الاجتماعية اللي هي صارت وتو صار في تواصل وصار في تفاعلية وبدي يلي عنت يدعموني بهالفكرة. فشو صار؟ هنا رح يعطوني مصاري والجزرة يعني تحفيز تشجيع من حدا مثقف أو دكتور بالجامعة أو آخر دكتوراه أو شيء. فهو رح يكون ممول لي فكريا وماديا ودعم الجمهوري. هذا كتير يعني جماهير العالم إنه أنت عم تدعمك في هالفكرة فأنت رح تنشهر
وراح يمشي الحال وراح تصل الفكرة لوين ما بدك. فهي الفكرة هلا هون انه انا اعطيتك مصاري، يعني مثل القروض، انا اعطيتك مصاري، الثاني اعطاك جزء هذا المال اللي اعطيتك، يعني ما رح تأثر بميزانيتي، بس انت كثير رح تعتبره شغلة كثير كبيرة مشان تحقيق هذا الشيء. هذا الشيء كان على صار، ولهلا في مواقع للكراود فاندينج، هذا تمويل جماعي، يعني اي شخص عنده فكره بيحطها على مواقع التواصل الشبكات خاصه بالكراود فاندينج، بيقول انا بدي اعمل هالقصه ما بعرف شو، فهذا الموقع بيأمن له منصه حتى يقدم الافكار والمقترحات اللي هو رح يعملها. واذا مثلا انا المنصه انا عطيتك اسبوع لتشوف قديه شعبيه هي الفكره، واذا تامن المال اللي انت طالبه بهذا الاسبوع رح نقبل لك هي الفكره، بتاخذ مصاري من العالم اللي انت لا بتعرفهم ولا بيعرفهم. اذا اكثر من اسبوع راحت الفكره وخلص، لانه هو على حسب شعبيه. ما بتنسرق لانه صارت باسم الشخص، صارت باسم الشخص، يعني انه انا اسمي كذا وبيعمل له اعلانات ونحن رح نساوي، وبيعمل له للممول، اما بيعطيه اسهم لما تصير شركه مثلا، وهو مخطط بشركه بيعطيه شركه، بيعطيه من منتجات اللي بدها تقدمها الشركه. كمان حتى اذا مشجعه وصاير في شعبيه، ومن هذول الاشخاص اللي تشجعوا وصوتوا عليه، هو هن من احد المرموقين بالمجتمع علميا او ثقافيا او اجتماعيا، هن اذا حدا دري هذا الزلمه ممول هي الفكره، وهذا الزلمه ما دام عنده راي بهذا الموضوع فنحن رح نكون مثله وراح نصوت لهذا الشخص ما دام اكثر المثقفين صوتوا له. فحتى تخيلوا انه مثلا كنا نحن فرقه موسيقيه، هدول اغلب اوروبا الفرق الموسيقيه، مثلا نحن بنعمل جوله بالعالم مشان نعمل حفلات، بدكم تصوتوا لنا، فبمولون مشان تكاليف السفر وتكاليف الحفلات، مين بمولون؟ المشجعين تبعهم اللي بيتابعون. مثلا هون لاندينج كلوب هو موقع كمان بيأمن منصات لحتى يلتقى صاحب الفكرة مع يلي بدهم يمولوا. فتخيلوا انه استلم هذا الموقع 52.7 مليون دولار ب 2007 من اجل تمويل المشاريع اللي هو عنده، وبالتالي يعني كثير شغلات كثير ناجحه، وفي كثير تجارب ناجحه، بس بغضون بيعطيك شرط انه انت بهالفتره اذا جمعت مصوتين مبلغ من المال اللي انت بدك اياه نحن رح كون معك ونأمن لك، بس إذا أنت طولت الفكرة وعم تترجى العالم كونوا معي وما مشي الحال فنحن رح ننسف لك هذا الموضوع، رح نضل مع المشاريع الناجحة. هلا نحن حكينا هون شو هاد؟ شو شفت؟ شو شايف هلا؟ هلا هو الاقتصاد التعاوني فيه إعادة استخدام، إعادة تدوير، إعادة استهلاك، هدول كل هالقصص نحن بإمكاننا. هلا هدول الأمثلة لما نرجع على البيت إن كان نطبقها بسهولة، وحتى إلى جانب المقايضة اللي احنا حكينا عليها وهالقصص. فهذا تأكيد إنه هون يعني بمجتمعنا بإمكاننا نحن نطبق هالأمور هي اللي نحن حطيناها ببالنا بهي المحاضرة، حتى ولو نحن رجعنا على البيت وهيك. فأنا أعتقد إنه أنتوا رح تطلعوا على موبايلكم أنا ليش ما قايده، أنا جاي على بالي واحد جديد، يعني حاجة بقى أصبر عليه، سيارتي خلص ما بدي اياها. فبده يصير الواحد يحكي مع حاله، انا متوقعه ترجعوا تحكوا مع حالكم بقى انه احنا ليش ما نخليه هالقصص بقى معنا، في حدا معتاده. فحتى هون تخيلوا الغطا بخوه وعنده غير السقف قضويه وهيك القصص، يعني حتى من الامور العمليه، يعني احنا مثلا بظروف اقتصاديه يعني متراجعة شوي بالبلد، فهالأمور هي العالم متعطشة لحتى تكمل سير حياتها وما ينقص عليها شيء. فهي أمور كتير بسيطة وبتحافظ على القيمة الاقتصادية وبتقلل النفاية عنا بالبلد وتمام 10 من 10. هلأ هون هي مجموعاتنا بويكيلوجيا، وبدنا نعمل مجموعة اقتصادية فيها هدول كل هالأفكار، وبدنا نعمل على أرض الواقع بقى مشاريع ونبلش عمليا، لأنه كل العالم عم تستنى هذا الموضوع. بس إنه نحنا تمام، هلأ في عنا فابلوجيا بدهم يعملوا كمان مشروع على أرض الواقع، بدهم يعملوا
فابلاب، هو عبارة عن مخبر على أرض الواقع مشان التصنيع. يعني أنت أي شغلة بدك إياها بيعمل لك سكان، هذا المخبر بدهم يعملوه وتصير. أخذته موبايل ثاني عن طريق بودرة، هي حبيبات هذا الحبر، فبيصنع لك إياها. فهي الأمور ساحرة. يعني أنت لما تعرف كل عالم اللي عم يسمعوا هالقصة تمام، لأنه أنت أي شغلة تخطر ببالك رح تنصنع. في عنا كمان مجموعة كلين، هي ترجمة تشاركية. يعني خلص إنه حاجة كتاب إنجليزي ودرسناه وهذا، صار ترجمة بين بعضنا. البعض ترجمنا كثير فيديوهات، فيديو الليجو، نشأة الليجو كمان ترجمناه تشاركيا، وعملنا سبتايتلز اللي تحت كله. يعني أي مثلا أي فيديو علمي بدكم اياه نعمله نحن سبتايتلز. في عنا كمان Damascus Girl Geek Dinners، كمان ويك صغار، كمان ويكولوجيا فن، هذاك تسكو حكينا عنها، ويكولوجيا ميت قبل أسبوع كما حكينا عنها. وشكرا كثير على حضوركم، وإن شاء الله كلكم تكون تخبروني عن تجاربكم العملية. شكرا كثير رائعة اليوم. الحقيقة أنا حابب أحكي عن قصة شفتها قبل فترة كثير قصيرة على الإنترنت. في شخص قرر على أحد مواقع الكراود فاندينج إنه هو بده يعيش على الأوبن سورس لسنة كاملة لحاله بدون ما يعتمد على أي شيء تاني. وفعلاً قال للعالم أنا بدي تمويل لحتى أسوي هذا الشيء، وصور فيديو وحصل فعلاً على التمويل. طبعاً هو ما حصل على التمويل الكامل اللي بده، بس المهم حصل على تمويل وبلش فعلاً ينشر مثلاً شلون مثلاً إنه هلأ والله لازمني مثلاً لازمني شغلة معينة، كيف أنا بلشت أدور عليها، كيف لقيت حلول مفتوحة كانت جاهزة مثلاً اشتغلت عليها إلى آخره. هلا المهم الشيء الجميل الموضوع اللي أنا حابب أقوله إنه هو لما يدور على جوجل ما يلاقي مثلاً هذا الشيء open source. يعني بدي أنا هلا مثلاً open source تاكسي، وهلا بهاللحظة هلا فهو ملتزم إنه بده يساوي شيء. فهون تجي فكرة collaborative consumption حتى بديل للشغلات اللي ساتنا ما فينا نعملها open source تماما. فمثلا انا هلا بدي تابلت، مثلا هلا بهالثانيه بدي تابلت انا، وبدي ما في open source تابلت مثلا، ما فيني هلا ما عندي 3D printer اقدر صنعه. فهون بيجي الاستهلاك التعاوني كصيغه كثير واقعيه لنتشارك حتى الاشياء الموجوده بين ايدينا. مثل ما قالت هار انه نحن هلا هذا العصر ما عادت صارت الفكره بالملكية وإنما بالأكسس. هلا بس حابب أكيد أنتوا هذا التابلت محمد هلا أخذته منه، هو تم اشتراه من واحد تعرفوا عن طريق بعض من خلال مجموعات الفيسبوك. إذا أنتوا بلشتوا تلاحظوا سوق الشام تبادل الإلكتروني اللي شو عملياً، هذا الشيء كتير ممكن تطبيقه وفي كتير له فرص. هو كتير فعلاً بيخلينا، أهم شيء هو إنه بيخلينا نحن نقدر نحن كأشخاص بدون الاعتماد لا على المؤسسات، بدون اعتماد على الوسطاء سواء كانوا بنوك أو سواء كانوا جريد. يعني لو كنت صغير أنا كنت بستغرب بقرأ هدول الإعلانات تبعية الوسيلة إنه يا الله بدي حط مثلاً إذا شغلة بدي بيعها، يعني بس إنه والله شلون حدا ممكن يعرف. فبالحقيقة هالطريقة الجديدة بالتفكير كتير ممكن تكون مساعدة لنا خصوصاً في المراحل القادمة إن شاء الله في الجامعة. فآخر بس بالنسبة إن شاء الله الأسبوع القادم للأسف هيكون في عنا استراحة من تيت، هيكون في عنا نشاط Girl Geeks. فلازم طبعا القوانين تبعية Girl Geeks اللي تعرفوا لازم يكون البنات بس مسموح يجوا للأسف، بس بشرط واحد إنه ممكن يعني إذا أنت دبرت واسطة مع بنت فأنت لا عشان هيك القانون، يعني كل عشان يضل يحافظ على النسبة، يعني كل ممكن واحد بس يجي مقابل كل بنت. فان شاء الله الاسبوع القادم حيكون هاي ملاحظه اولى ان شاء الله. هلا مثل ما قالت منار في كمان احمد كثير مهتم بالاقتصاد، ومنار وكمان في اشخاص ثانيين حابين، اذا انتم مهتمين حابين احنا نساوي شيء له علاقه بالاقتصاد نحاول نشوف شو ممكن نساوي، يكون في شيء مثل ما في
بلشوا الناس يشتغلوا بكل مجالات حرام. في حدا له علاقة بالاقتصاد هون؟ كثير منيح. فلما كنت أقول إنه الاقتصاد مو مهم بس إنه لا مزح أكيد. ففعلا نحن بحاجة للناس. أهم شيء نحن بحاجة فعلا ننتقل الناس اللي سواء الناس اللي عم يسووا أعمال جديدة عم يخططوا للخدمات العامة بالمجتمع. الاقتصاد كثير مهم. فكتير مهم ان احنا نحاول ننشر الفكر الاقتصادي الجديد اللي بيشوف الفرص الجديده اللي هلا عم تخلي الانترنت. فالانترنت هلا عم تخلي التشارك عم نتشارك بالطريقه التقليديه. شلون انت بتشارك المقلمه مع اختك الصغيره مثلا؟ هلا انت عم تقدر تسوي هذا الشيء على السياره. فالانترنت عم تخلينا نسوي شغلات كتير عظيمه كتير كتير مهمه وكتير مفيده للمجتمع. وان شاء الله بنشوفكم الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده ان شاء الله كمان باذن الله. شكرا كثير لكم.